هي القرارات اللي اخدتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفاذا لقرار الهيئه المنكره في الجلسات الماضيه بطلب السيد محمد حسني مبارك رئيس جمهوريه مصر العربيه الاكبر لسماع شهادته في القضيه في جلسه اليوم، وقد ورد محضر ملك السجلات الوالد من قطاع الامن الوطني نفاذا لقرار النيابه العامه ان الشاهد يعد مدنيا ولا يتمتع حاليا بالصفه العسكريه، وعليه فقد قامت النيابه العامه باعلان الشاهد وفقا لما نص عليه القانون بتاريخ 21/11/2018 المسؤول امام الهيئه المقره في جلسه اليوم لسماع شهادته. اتفضل يا فندم.